السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع بروج ريزيدنس الدور العاشر، طبعا 3 غرف وصالة، 160 متر مربع. تسليم المشروع بالكامل بعد 3 أشهر بإذن الله، نهاية 2018. هذه الصالة للمشروع أول ما ندخل، وهنا راح يكون المطبخ والبلكونة. البلكونة أيضا تفتح من الصالة، شوفوا الإطلالة في البلكونة، هذه الإطلالة، إطلالة جميلة جدا على البحر. الدور العاشر الآن نعمل بناء قائمة على المواقف والخدمات الخارجية. المطبخ ثلاث غرف، 3 دورات مياه، بلكونتين ومطبخ. هذه دورات المياه، طبعا يوجد شقة نموذج في الفيديوهات الأخرى، ممكن تقدر تشوف الشقة بعد التشطيب الأخير. غرفة الماستر روم، حمام خاص فيها ومروش، ولها بلكونة خاصة أيضا تطل على الطرف الخارجي أو الخلفي، وأيضا لها إطلالة جانبية على البحر. الدور العاشر